ستركتورال دو نوتر اندستري. بدينا في ميدان الاسمنت واليوم الحمد لله 2016 اخر 2016 راح نكون في اكتفاء ذاتي، و2017 راح تكون عندنا زياده وفايض اللي راح نصدرها الى الخارج. مشينا ايضا في ميدان الصلب والحديد عن طريق الاستثمارات في بلارة وإعادة هيكلة الحجار وتوشيالي بالتوسع الثاني والثالث نتاعه، راح يخلينا في آخر 2018 إن شاء الله نكون نوصل إلى اكتفاء ذاتي، وراح يكون عندنا فائض، ومن 2019 إن شاء الله نكون من مصدرين الحديد والصلب. انطلقنا أيضا في تحويل الكيميائي للفوسفات، ونبرمنا اتفاقية هامة مع شريك اندونيزي ب 5.7 مليار دولار اللي راح يخلينا عن طريق هذا الاستثمار راح نقلص من الاستيراد، وراح نقوي قدرتنا للتصدير. يعني هذا كل راح يخلي في القطاع المناجم الى 2018 من تقليص الاستيراد وتقوية الصادرات راح نوصل إلى حوالي ما بين 10 و 12 مليار دولار اللي راح تكون عندنا كدخل مباشر أو غير مباشر. هذا ما يغطي مداخيل النفط، ولكن 12 مليار دولار مش حاجة، مش حاجة يعني. بالإجمال لما نوصل 2019 إن شاء الله راح تكون عندنا 20 مليار دولار اللي تعوضت عن طريق التصدير أو نقص من الاستيراد اللي رانا عايشينه اليوم. ولهذا الصناعة في المستقبل هي بدأت، أنتم على بالكم باللي أن في آخر 2015 نسبة النمو في قطاع الصناعي ارتفع ب 4.9، والثلاثي الأول نتاع 2016 ارتفعنا ب 3.6. يعني يخلينا نأمل آخر سنة 2016 راح نفوت إن شاء الله ما عملناه في 2015. هذو كلها مؤشرات لتخلي نأمل أن الصناعة راح تكون مع الهيدروكاربور، هي من مع النفط ومع حتى الفلاحة إن شاء الله هما اللي راح يفونتيري لكروسونس. معالي الوزير، ربما سؤال آخر بخصوص قضية أسالت الكثير من الحبر وقيل عنها الكثير، هي استيراد السيارات المستعملة. يعني المواطن اليوم بعد تصريح وزير التجارة الأخير بإرجاع قرار استيراد سيارات مستعملة، ثم مصادر إعلامية تحدثت عن نفي هذا أو نفت هذا الموضوع، يعني كيف تعلقون على هذه القضية؟ نود اليوم أن نقطع الشك باليقين. يا أختي، أنا أظن أن زميلي وصديقي وزارة التجارة ربما ما فهموش الأصحاب اللي جاوب هذا الكلام. اليوم استيراد سيارات أنا لي عمل ثنائي، الأهم هو ننظم هذا السوق كما نظمنا السوق السيارات الجديدة في 2015 عن طريق دفتر الشروط اللي وضعناه، واليوم أصبح سوق منظم. جاء الوقت وإحنا نعمل في هذا حاليا، هي في دفتر شروط لننظم هذا السوق السيارات المستعملة، هذا هو الأهم. لما السوق يكون منظم لفائدة المستهلك في جانبه الأمني وفي جانب الصحة وفي جانب حتى قدرة الشراء نتاعه، هذا هو الأهم اللي حيعطي مداخل جديدة الخزينة، وراح يعطي ضمان المشتري اللي يروح يقصد هذا السوق السيارة المستعمل. معالي الوزير، يعني هذا هل سيكون همني. هناك استيراد للسيارات؟ أنا قلت لك هذا كان لي استثنائي، لحد اليوم ما كانش هذا الأمر، مش مطروح. اللي مطروح لي اليوم هو أن ننظم هذا السوق، هو الأهم. درك من بعد تنظيم هذا السوق من على عامين، لما تكون الأمور كلها جاهزة ويكونوا لي بروفيسيونيل دخلوا في هذا المهنة الجديدة اللي راح نخلقها، ثم يبان السوق الداخلي ولا الاستيراد يصبح عمل ثنائي، واللي تخرج على البلاد نديروها ان شاء الله. يعني نفهم انه حاليا ما فيش استيراد للسيارات المستعملة. كيف بغيتيني نقولها لك؟ ما كانش.
قانون الماليه فوتناه وصدقنا عليه، دوك راح تجي نقطه هذه راح تجي عن طريق ما قانون الماليه خلاص فصلنا فيه. انا نظن باللي التدخل نتاع زميلي ما فهموهش الصحفيين ربما، وهذا اللي خلاني اليوم قمت بهذا التصريح. والبارح كنت نتكلم معاه في التليفون وكان يعني نفس الموقف، هو قال كان ينتظر فينا احنا نكملوا العمل ونمشي ونعدلوا سوقنا وننظموه والامور من بعد تبنى واش لازم ندير. ننتقل على المباشر الان مشاهدينا الكرام الى قصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال مع زميل ياسين باباسي. اهلا بك ياسين، هل انت في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع بلال.